استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي في قصر الصخير هذا اليوم بمناسبة اكتشاف موارد كبيرة من النفط الصخري الخفيف والغاز هي الأكبر في تاريخ المملكة. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال
الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم. فيكم بارك الله. يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإلقاء كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي ولي العهد، أصحاب السمو الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، صدق الله العظيم. لقد أنعم الله بكرمه وتوفيقه على مملكة البحرين وأبنائها منذ مئات السنين بالقدرة على التقدم والتميز في العطاء، ولقد كان لآبائنا وأجدادنا الدور الرائد في صياغة نهضة حضارية وإنسانية حققت للبحرين الريادة والسبق في مجالات الطب والتعليم والصناعة، وأن تكون مركزا هاما للمال والتجارة والخدمات الصحية. ولم يكن مجال النفط بعيدا عن تلك الإرادة الوطنية الجادة، حيث تم اكتشاف أول بئر في حق للبحرين في عام 1932 في عهد الجد صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة يرحمه الله، والتي حرصت إدارة الدولة ومنذ ذلك الاكتشاف النفطي التاريخي على تسخير موارده وتنمية مشتقاته بما يعود بالنفع على مسيرة الوطن ولرفاه المواطن البحريني. وبالنظر إلى ما مر به القطاع النفطي من نمو على مدى عقوده الأولى، إلا أن وبعد تغيير في السياسات التي اتخذها المسؤولين عن القطاع آنذاك أدت إلى ضعف الخطط الموجهة لاستكشاف المزيد من الموارد الطبيعية، وكانت الحجة ندرة الفرص الواعدة. واليوم قد حان الوقت لتجنب ما تسبب في عدم اكتشاف أي حقل جديد منذ الاكتشاف الأول، حيث أن رغبتنا لزيادة وتيرة النمو كانت دوما أكبر وأعمق من واقع الحال. واستطعنا ولله الحمد من خلال عزمنا وإصرارنا بالتوجيه
نحو تكثيف خطط البحث والتنقيب، كما أجرينا الاتصالات المستمرة وعقدنا اجتماعات مكثفة وشجعنا الرغبات الوطنية الصادقة في إنجاح تلك الجهود، ليأتينا الرد اليوم على تساؤلنا، لنفرح معكم بهذا الإنجاز الكبير لبلادنا باكتشاف أكبر حقل للنفط والغاز في تاريخنا، ولنكتب بذلك قصة نجاح جديدة لقدرتنا على تطويع التحديات وتحويلها لإنجازات. فالشكر لله أولاً وأخيراً، والحمد له سبحانه الذي بنعمته تتم الصالحات. ولعل من الضروري أن نتوجه بالشكر والتقدير لأشقائنا على ما قدموا ويقدمونه من برامج الدعم التي هي خير معين لنا في استمرار مشاريع التنمية والتطوير. ونؤكد في هذا السياق بأن ما يقدمه الأشقاء من دعم مستمر لتحقيق الاستدامة في استقلالية اقتصادنا الوطني لهو دين في أعناقنا لن ننسى فضله. وكما قال الله عز وجل: ولا تنسوا الفضل بينكم، صدق الله العظيم. وهو أمر سيمكننا من استعادة موقعنا لكل ما هو خير لهم وللجميع. ولقد عملنا طوال تلك الفترة وبشكل موازي لتنمية الاقتصاد الوطني باستحداث وتدشين حزمة من أكبر المشاريع في قطاعات النفط والغاز والبنية التحتية والمواصلات وتقنية المعلومات، ليصب ذلك في خلق الفرص الواعدة لجميع أبناء الوطن. ومع هذا الاكتشاف الكبير نجد أنفسنا أمام عهد جديد نعمل من خلاله وبكل عزم وإصرار لمواصلة التطوير والتنمية بالتمسك في تنفيذ البرامج والمبادرات الفعالة لزيادة الإيرادات غير النفطية والتوظيف الأمثل للموارد المالية، وصولاً لرؤيتنا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. الحضور الكريم، إن ما تم الإعلان عنه من اكتشاف لأكبر حقل في تاريخ البحرين هو بشرى خير سيكون لها صدى إيجابي على تعزيز مكانة المملكة في العالم واستمرار مسيرة التنمية الشاملة لصالح جميع أبنائها، وستحكي عنه بكل فخر أجيالها القادمة. ونود في هذا السياق أن نؤكد على الدور المحوري للمواطنين في الاستمرار في بناء وطنهم وتحقيق تقدمه ونهضته. يدفعهم إلى ذلك إخلاصهم وطموحهم، وبإدارة أهل البحرين الطيبين سنقوم باستثمار هذه الموارد التي نتطلع بأن تكون نبضاً متجدداً يربط الطموحات والأماني بالعمل الجاد الذي يحقق لمملكة البحرين ومواطنيها الخير والازدهار. وفي الختام، لا يسعنا إلا أن نعرب عن فخرنا بما تبذله السواعد البحرينية الشابة من إصرار وعزم وإسهامات نجحت بشكل باهر في تحقيق هذه النتائج الطيبة. وبهذه المناسبة التاريخية الهامة، يسعدنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لابننا البار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي.
ومعالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط، وفريق العمل في الهيئات والشركات الوطنية للنفط الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز وكانوا موفقين على من سبقهم في هذا المجال، ونتطلع إلى استمرار جهودهم المشكورة لمتابعة استثمار هذا الإنجاز لصالح الوطن والمواطنين. نسأل الله عز وجل أن يحفظ البحرين وأهلها، وأن يديم علينا جميعا نعمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك قدم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عينة من إنتاج حقل خليج البحرين. حقيقة اللي نعرفه كذلك ان الاستثمارات والبرامج الكبيرة في صناعة النفط والغاز ماشية وتقدر بمبالغ كبيرة جدا، يكون لها بعد مردود على الاقتصاد وعلى الخير ان شاء الله. فالبرامج اللي في البايبلاين هذه تستمر، والبرامج القادمة إن شاء الله كذلك تشارك وتكون بعد جزء من نفس السياسة. لكن البحرين بلد خير، وأهلها الطيبين يستاهلون كل خير، وهذا من رب العالمين. الله كتب أن تكون النقطة الأولى والانطلاقة الأولى من البحرين في 32، وكذلك النقطة الثانية بعد في هذا الوقت الصعب، ولكن اللي بإذن الله هذا الاستكشاف سيسهل كثير من الأمور اللي الدولة تحتاجها إلى تشجيع الحياة الكريمة. أما الاقتصاد فالاقتصاد لله الحمد ينمو بنموه الطبيعي الكبير، والناس تعمل، ويجب أن يحافظون على هذا الروح، روح العمل وقبول هذا التحدي لاستمرارهم في نموهم المعروف اليوم بنسبة عالية جدا مقارنة بدول كثيرة. وأصبح العمل بالنسبة للمواطن البحريني وللجميع في الواقع اللي في البحرين أمر مقدس. الإنسان يحب يصبح ويداوم ويحب يرجع كذلك للعمل، ولا يحب التوقف. ولحد الآن ثقافة أنه يتوقف ويبدأ حياة جديدة يمكن ما وصلناها 100%، وصلنا إلى يمكن إن شاء الله 60% قبول عند المواطن، وإلا الهم الأول والأخير أنه يخدم ويستمر. أما مسألة أنه يترك العمل ويتقاعد، هذا لحد الآن ما دخلت 100% في الثقافة البحرينية، إلا يمكن عند اللي بدوا من الصغر في مؤسسات منظمة كبابكو، شركة النفط، مؤسسات الأمنية، بعض الشركات المنتجة، لأن من البداية المعاملة معاملة احتراف، يعني تؤدي إلى احترافية وتؤدي إلى
احنا نأمل طبعا ان هذه الروح تعم الجميع، الا ان العالم هذا اصبح عالم الاحتراف في كل مجال، والحمد لله هذا انفتح مجال اكبر لشبابنا انهم يعملون في هالاحتراف. واحسن جواب اذا واحد لا سمح الله استصغر عمل زميل له في عمل ما، الجواب يكون لزميله ترى هذا احتراف. لكن لا الحمد، البحرين بأهلها مبروكة وتستحق كل خير، وأهل الخليج عموما كذلك يستحقون كل خير، وهم ما قصروا عن البحرين. وأنا ذكرت لكم في الكلمة يعني ادعموا البحرين في هالفترة اللي احتاجت الدعم، وهذا على كل حال هو يكون له دين في الرقبة، حتى ولو ما قيل هذا الكلام ولا اتفق عليه، ولكن الإنسان هذا طبع يقبل الشيء علشان يقوم بواجبه، وإذا تمكن رد الجميل، هذا يعني من القيم. واعتقد هالبحرين هذا اللي يسوونه دائما. انا كل اللي عرفتهم درست وياهم واشتغلت وياهم يحب يقوم بالواجب ويزيد على الواجب، فمشكورين مره اخرى. والحقيقه بعد كلمه حق بالنسبه للي اسسوا التاسيس الجيد في مجال صناعه النفط وكانوا محترفين إلى أقصى درجة، ونذكر جد أنا أذكر شخصيا أن مراكز التدريب المهنية كانت في شركة النفط هي الأساس في الحكومة. عندنا طبعا دكتور عبد الحسين هو من الأوائل اللي مؤخرا هو بالأوائل الأوائل اللي درسوا فنيا ووصل الى مواصيل عاليه جدا بسبب التدريب الجيد، وفي الواقع يشكر لان اسس لهذا الانجاز. انا اعرفه زين لان انا اجتمع به كثير، اسس بروح طيبه وباصرار، فهذا يشكر عليه هو شخصيا وكل اللي ساعده في العمل. المجال امامنا طويل إن شاء الله التوفق من أكثر، وشكرا شكرا مرة أخرى. من جانبهم رفع الحضور إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أسماء آيات التهاني والتبريكات، معبرين عن بالغ الفخر وعظيم الإنجاز الوطني الذي تحقق في العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى، مشيدين بتوجيهات جلالته السامية بإعطاء الأولوية القصوى لعمليات استكشاف النفط لتوظيف هذا المورد الحيوي لخدمة المسيرة التنموية من أجل خير وازدهار البحرين ورفاه شعبها العزيز. وأكدوا أن هذا الاكتشاف الكبير يشكل رافدا مهما للدفع بعجلة مبادرات التنمية الشاملة والنهضة الاقتصادية، وامتدادا لمسيرة الخير والبناء تحت قيادة جلالته حفظه الله ورعاه.